السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد. إن شاء الله اليوم سنتطرق لشرح شيما دو لا ليزون على تيغ إي تي، أي نظام المحايد إي تي لوريجين دو نوتر إي تي. أول حاجة خصنا نطرحو واحد السؤال ونجاوبو عليه، لماذا نستعمل نظام تأييد الإي تي؟ هذا النظام تنستعملوه حتى نضمن استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع. ونقرأ لكم واحد الملخص من كتاب شنايدر، يقول إن السمة الأساسية لنظام تأييد الإي تي هي أنه عند لحظة قصر دائرة بالنسبة لخطأ الأرض، لأن الوقت اللي تيوقع عندنا لو بخوميير ديفو، أول خطأ تيوقع ما بين أي فاز من هاد لي فاز بثلاثة والأرض، يستطيع النظام أن يستكمل أداءه بدون فصل، أي تيمكن لنا نبقاو خدامين في هذا النظام هذا بدون ما نقطعو التغذية. ومثل هذا الخطأ يشاء إليه كخطأ أول، أي لو بخوميير ديفو. وفي هذا النظام جميع الأجزاء الموصلة الظاهرة بالتركيبات لقطب التأييد بالتركيبات عن طريق الموصلات le PE, et le conducteur de protection de la mise à la terre. بينما تكون نقطة المحايد لمحول التغذية معزولة عن الأرض ومتصلة بالأرض خلال مقاومة عادي عالية عادة تساوي 1000 أوم أو أكثر، أي أن النقطة ديال هذا المحايد اللي هو لو نوتر اللي عندنا حنا في المغرب عندنا بالأزرق، كيف بعض الدول اللي عندهم النوتة في الأسود نوار، و لا نورم 1500 فرانسيز هي فيها لو بلو، وهذا يعني أن التيار خلال الخطأ الأرضي سوف يقاس بالميلي أمبير، أي مني تيوقع واحد لو ديفو ديزو تيوقع أن ديفو ديزولمون ولا لو بخوميير ديفو، فما تيشكلش شي خطأ على هاد الشخص اللي هو كاين كما تنشوفو اللي هو أون كونتاكت مع لو كاركاس ديال لا شارج. وهذا يعني أن التيار خلال الخطأ الأرضي سوف يقاس بالميلي أمبير، والتي سوف لا تسبب تلف خطير عند موضع الخطأ أو يعطي ارتفاع شديد لجهود اللمس أو ينتج عنه مخاطر نشوب حائق، ما تكونش عندنا مخاطر ديال الحائق. ولذلك يمكن أن يسمح النظام بأداء عادي حتى يتم عزل القسم الموجود به الخطأ ومن ثم يتم إصلاحه. وفي العادة يحتاج هذا النظام إلى بعض الاحتياطات المحددة لاستغلاله بصورة مرضية، مراقبة دائمة للعزل بالنسبة للأرض، والتي يجب أن تبين بشكل مسموع ومرئي عند حدوث الخطأ الأول، أي لو بخوميير ديفو. إذا باش لوكاليزي داك الخطأ الأول اللي غادي يوقع لو بخوميير ديفو، أوبليجي باش تدا واحد لاباراي دو ميزور لي هي تتسمى لو كونترولور بيرمانون ديزولمون. الدور ديال هاد لو كونترولور بيرمانون ديزولمون مراقبة دائمة للعزل، أي أن ديما تيشوف لينا واش كاين واحد العزل، واش كاين عندنا واحد العزل ما بين النوتة بالنسبة للأرض، وهذا تيخصنا يكون يبين لينا بشكل مسموع ومرئي. فهمو هاد الشيما أصلا، عندنا لو ترونسفورماتور هو هدا، هاد لو ترونسبور تيكون مثلا في لو بوست دو ترونسفورماتور، أو تيمكن لينا كما غنشوفو في المرحلة الماجية فيديو آخر إن شاء الله، فيديو إن شاء الله اللي غنشوفو الماجي غادي يكون فيه الشرح ديال هداك لو سيستيم التاني ديال إي تي اللي هو تيتخاد من لو سيستيم تي تي اللي تيتخاد من الريزو العادي اللي هو تي تي، يصبح فيه النوتة ايزولي على طير. واحد كيما قلنا ان هذاك السؤال لماذا نستعمل نظام تأييد الاي تي، نستعمل نظام تأييد الاي تي حتى نضمن استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع. غنفهمو هاد الاي و تي اش تعني لينا. اي تي الاي تعني لنا لو بوان نقطة المحايد
des transformateurs. Et isolé à la terre. Isolé de la terre. Isolé de la terre. Ou impédant. إما تتكون إيزولي على لا تير أو تتكون إمبيدون ديال واحد لامبيدونس اللي هي زد ما بين الميل كيما سمعنا هنا ما بين الميل أو أكات ميل أو أي 1 كيلو أوم أكات كيلو أوم. إذا هذا لو سامبول إي إتش إن هذاك لو روبير إي إتش إن. Le repère T, les masses sont interconnectées et reliées. Relié à la même prise de terre et منبع ديال la terre RA. Et maintenant نشوفو هنا. اذا قلنا هاد الاولى تتعني le point neutre du transformateur est isolé à la terre ou impédant. Et un had le point neutre, c'est qu'on est isolé à la terre, ou c'est qu'on est impédant, voire de la résistance, l'impédance d'IA, c'est qu'on est 1000 ohms à 4000 ohms. Tétania, tétanie, les masses sont interconnectées et reliées à la même prise de terre. Had les masses, d'IA, had les charges à dos, c'est qu'on est relié à la même prise de terre. نشوفوا الشروط اللي مطلوبه. سيناليزاسيون هي اوبليغاتوار l'apparition d'un premier défaut d'isolement معناها تيصير خصنا نستعملو واحد لاباراي ديال المراقبة الدائمة للعزل بالنسبة للأرض اللي هي مرسومة هنا كما تشوفو والتي يجب أن تبين بشكل مسموع ومرئي في نفس الوقت حدود الخطأ الأول. إن سيناليزاسيون إي أوبليغاتوار دي لاباريسيون دان بروميير ديفو ديزولمون. Il y a le contrôleur permanent d'isolement. On trouve le chat de la fois une coupure automatique est obligatoire au deuxième défaut.
Une coupure automatique est obligatoire. Une coupure automatique est obligatoire au deuxième défaut. Pour le premier défaut, maintenant je suis voilà une coupure automatique est obligatoire au deuxième défaut. Alors, les circadnats, le deuxième défaut, c'est une coupure automatique est obligatoire. Ou la coupure, c'est le disjoncteur. Machi les interrupteurs différentiels. لأننا كما قلنا خصنا تكون التغذية في لو بروميير ديفو مستمرة ما تقطعش لينا. إذا لا درنا لانتيريبتور ديفيرونسيال غادي تقطع. إذا كان عندنا الأر مثلا هو اللي فيه لو ديفو لو بروميير ديفو في لا شارج وقع لينا مشكل تاني في لا شارج للمرة الثانية ولكن بنفس لافاز بنفس لو كونديكتور اكتيف غادي يبقى يتسمى ديما الخطأ الأول. إذا في لا غومارك كاش تقول on entend par deuxième défaut un défaut d'isolement qui se produit sur un autre conducteur actif que celui des premiers défauts. إذا un autre conducteur actif هو اللي تيوقع فيه المشكل. إذا تيتسمى لا دوزيام ديفو ولا دوزيام ديفو إن كوبي أوتوماتيك أوبليغاتوار. كاين عندنا واحد لا غومارك تقول دون أن أتوليي إلي بوسيبل دو كري أن شيما إي تي أباغتيغ دان شيما تي تي وغادي نشوفوها إن شاء الله في الفيديو الماجي في الإستعمال في المجال الطبي لأن في لي صال دوبيراتوار ميديكال ولا في لي صال دايفاي ما تيخصناش يتقطع الكهرباء. اذا تيستعملوا هاد لو شيما ديال لا ليزون على تيغ اي تي ولكن تيستعملوها تتكون مشتقه من لو بروميير شيما اللي هي تتكون في لانستالاسيون اللي هي تي تي. من بين الشروط la nécessité d'un personnel d'entretien qualifié et disponible qui localise et élimine le premier défaut le plus rapidement possible. Aïti qu'on a dna fad l'installation, tir sne kon wala bde kon a dna shakhs kahaba i mu'ahal bach imkel li f aqrab waqt yislah hadak le premier défaut qbel ma yuqa la deuxième défaut. مع العلم ان التغذيه تتبقى مستمره في لو بروميير ديفو الوقت اللي تيوقع لنا لا دوزيام ديفو اللي خصنا لا كوبير.